شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد المستشار المحترم. بالفعل الموضوع اللي تفضلتوا طرحتوه ديال الوضعيه طرق العالم القروي هو من المواضيع اللي بالفعل تتكرر الأسئلة فيها، وهي في كل أسبوع تقريبا يمكن نتناولها بدون أدنى شك، باعتبار أنه الخصاص هو خصاص كبير. لا يخفى عليكم السيد المستشار المحترم على أنه بالفعل اليوم رحنا في إطار الشبكة ديال الطرق المعبدة اللي فاقت 40,000 كيلومتر، واللي بالفعل عملية ديال الصيانة أقول تتأخذ منها 60% تقريبا من الميزانية ديال الوزارة اللي تتمشي فقط للصيانة. الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالبرنامج الثاني ديال طول العالم القروي انتقلنا من نسبة اللي كانت في حدود 63%، اليوم رحنا في نسبة اللي هي 78%، وتنتصوروا على أنه العالم القروي المغربي في 2015 من غنساليو البينير دو إن شاء الله غادي نوصلوا النسبة ديال 80%، مع تفاوتات وللأسف بين مجموعة من الأقاليم اللي تبدأ من 53-54% وتتمشي حتى ل 97-98%. على هذا الأساس في إطار المقاربة التشاركية اللي تتعتمدها الوزارة تنحاولوا على أننا بالفعل نعطيو الأقاليم الأولوية اللي عندها خصاص، ولكن أيضا اليوم الفلسفة الجديدة ديال الاشتغال في العالم القروي هي الفلسفة ديال الاستثمار في الصيانة وفي البنية التحتية الطرقية من خلال البرامج اللي هي عندها الأهداف، وهذه الأهداف تتكون يا إما سوسيو اقتصادية يا إما مرتبطة مثلا بإنشاء مدرسة ولا بإنشاء مصحة وإلا باش نسرحوا لها الطريق. اليوم عندنا إشكال واللي تنحاولوا نتفاداوه هو أننا نحاولوا نحافظوا على نفس المستوى ديال الصيانة الطرقية باش نرجعوا على الأقل النسب اللي كانت عندنا في سنة 2000 اللي كنا في 66% ديال الطرق اللي هي حسنة وفوق حسنة، نزلنا في 2012 ل 53.5%، بمعنى خسرنا 13 نقطة في الصيانه. اليوم رحنا تنحاولوا اننا هذا البرنامج ديال 2.7 مليار درهم اللي تنصرفوه سنويا على الصيانه تنحاولوا اننا على الاقل نرجعوا كما وصلنا اليوم 57%، ونحاولوا نرجعوا على الاقل خلال هذه السنه 60%. هذا تيعني على انه من حيث الموارد مرتبطة بالأولويات العملية راها تتقدم، ولكن هناك مجموعة من الإشكالات اللي هي لازالت مطروحة نظرا للخصاص في الموارد المالية. شكرا. ما تبقى من الوقت؟ لا، هو أنا ما دابا الإشكال في عمومه السيد المستشار المحترم أنتم تتعرفوا دابا في إطار بينير دو باش نكونوا على حسب الأرقام اللي هي متوفرة 15,569 كيلومتر تم الإنجاز تقريبا اللي مازال غير منجز منها 1,000 كيلومتر، بمعنى على 15,500 كيلومتر هي اللي بقات في هذه الفتره المتبقيه من البينير دو. تازا نموذجا ديال الاقليم 420 كيلومتر اللي كانت مبرمجه 10% منها 42 كيلومتر هي اللي مفروض اننا هي اللي خصها تكمل. اكيد ان اعطيتوني واحد المجموعه ديال الاقاليم ما كانش عندي في السؤال الاقاليم مطروحه وبالتالي ما يمكنش نجاوب عليها. احنا منفتحين في اطار الشراكات، الوزاره كانت دائما ولا زال عند تعهداتها، الا كاين اشكالات في التمويل يمكن تكون، ولكن فيما يتفق عليه هذه الحالات اللي طرحتو ممكن اننا نشوفهم كل حاله على حده، والسيد المستشار مدعو مع الزملاء ديالو اللي متيتابعوا الموضوع باش نجلسوا من الناحيه التقنيه نشوفوا الاشكالات اذا كانت شي اشكالات في هذه المقاطع اللي تكلم عليها. شكرا سيد الرئيس.